ورجعنا لكم مرة ثانية أنا وزميلي عبد الله، أكيد في غبقة رمضانية، وأكيد نرحب ونحيي كل من يتابعنا، وأيضا عندنا فقرات كثيرة راح تكون موجودة، وضيفنا في مركز الحمراء الفاخر راح يقدمه معي زميلي عبد الله، وهو في مجال السياسة. هو في مجال السياسة وفي مجال التنافس أيضا بالتقديم البرامج، لكن أشونا بالسياسة، مو عندنا، مو صوبنا، مو المنوعات. أنا ما أدري، أحس إن السياسة، أحس إن موضوع غلج صعب، خصوصا ان احنا بالاونه الاخيره تلاقي ما شاء الله في يمكن الشرق الاوسط او العالم كله في زخم من المواقف ومن الاحداث المؤلمه وكذي. ايش رايك انا وياك نتشارك نشوف ايش عنده ما عنده في السياسه، واكيد نبي ناخذ لمحه عن حياته. معنا الاستاذ محمد المؤمن، واكيد عندك الاسم المسمى والناطق الرسمي في وزاره الدوله لشؤون الشباب. نعم. الاسم يخرع محمد، حياك الله، كل عام وانت بخير. يسلمك، مشكورين تلفزيون الكويت، مشكورين غبقه رمضانيه، النخل النوعيه، القدره الانتاجيه على هذه الدعوه، مشكور نوره، مشكور عبد الله، مشكور كل الستاف اللي دعاني، تشرفت وياكم. الله يسلمك، شرف لنا اكيد. واحنا يمكن كنا نقول قبل الهواء، يصير اقول اللي كنا نقوله؟ إيه ما شاء الله عليه، صغير بالعمر ولكن حقق اسم او مسمى كبير، فانت ايش رايك في هذه التجربه؟ يعني رغم صغر سنك، بس اكيد انت في خبرتك السياسيه ما حد له شيء. لا الله يسلمك، والله اللي خذيناه يمكن من البدايه، يمكن انا عمري 27 سنه، التجارب اللي مريت فيها هي بالنهايه انا اشوفها هي واجبات، ما ابي اقول واجبات وطنيه عشان الناس ما تشوفها شعارات، ولكن هو فعليا اذا اخذت دورك بالمجتمع بالشكل السليم، تعاملت مع كل مهنه تمتهنها بالشكل الجيد، على الاقل راح تترك اثر في كل مكان. يعني لنفرض اي شاب كويتي بسيط او اي شابه كويتيه، اكيد بلش قطاع العمل او ممارسه العمل كبار تايم، عمل جزئي، من 18 سنة 17 سنة، لو كل مهنه امتهنها تعامل معاها باسس طيبه، ما تمنعك من وناستك، بس بالنهايه تتعامل معاها بشكل جاد، بالاخير راح تكون السيره الذاتيه على الاقل اللي تمثلك شخصيا، تمثل هذا الوطن، تمثل اسرتك، تقدر تتعامل معها. فما سويت الشيء الكبير، يمكن قدمت على الاقل المعطيات السليمه لاي شاب كويتي اتمنى ان الكل يمشي عليها. نعم، مميز محمد بتقديم مثل ما قلنا الأخبار السياسية، وأيضا حاليا في قناة المجلس تقدم برنامج جدا مميز باب النقاش، طرح جري في مواضيع يمكن أول مرة تطرح بهذا الشكل، شنو من الحلقات القوية اللي يمكن تركت صدى لدى الناس؟ والله أنا البرنامج بالنسبة لي شخصيا حقق نقلة نوعية، لأن أنا كنت بلشت بقطاع الأخبار والبرامج السياسية من 2009. هذا البرنامج أعطاني أفق أكثر أني أتنقل بين المواضيع، من اجتماعي لرياضي لسياسي. الحلقات اللي حسيت أنها أثرت نوعا ما أو حققت تأثير اللي أنا أبي، أتكلم عن أكثر من حلقة، بس أكثرهم بالنسبة لي الجوانب الاجتماعية والجوانب أيضا اللي فيها نوع من الاعتقادات. يعني سوينا حلقة في ليلة رأس السنة كانت عن الاحتفال أو احتفال المسلمين بالأعياد الأخرى، قضية جريئة، قضية كل احتفال نشوفه، إن كان بالفالنتاين بالنيوير، نشوف وجهات نظر مختلفة في هذا الجانب، في منها فقهي، في منها شرعي، في منها إنساني، فتناول القضية على مصراعيها، وجهات نظر مختلفة. طريقة البرنامج إن أنا أجيب وجهتين نظر، يمكن في انطلاق البرنامج للأمانة ما أحب أقول هالكلمة، ولكن الوضع الرياضي السيء اللي نعيشه ساعدني، انطلقنا بالبرنامج وإحنا في ظل إيقاف رياضي، فكانت أول حلقة بين متناقضين رياضة، يبنى المسؤولين من هالطرف وهالطرف وتناقشوا، وكانت نهاية الحلقة بأن ربما قدر الأزرق أن يكون بين سوادين، وكنت لابس كرافتة زرقاء ومعاها البدلة السوداء، فأشرت على الثنتين، كانت عفوية نوعا ما، ولكن المشاهدين تلقوها بشكل جيد، المتابع الرياضي البسيط. حبيت هذا البرنامج لأفق الكبير اللي أعطاه محمد المؤمن. أي إعلامي لا ننكر، وأنتم زملائي في القطاع، يحب البرنامج ويحب المساحة اللي تبرز شخصيته. صحيح. والدليل كثير من الإعلاميين متميزين بالتلفزيون، بس تلقى نوع آخر في وسائل التواصل الاجتماعي، هي المساحة، المساحة اللي تقدم لك تبرز شخصيتك بالشكل السليم، التعامل بالشيء اللي أنت تحبه. الحين تتكلم عن الحب والشعر، بعد شوية تتكلم عن السياسة، بعد شوية تتكلم عن الرياضة، مو شمولية، احنا ما نفهم كل شيء، ممكن استفسر عن شيء، ممكن استفهم، ممكن اقدم معلومه، برنامج باب النقاش خلاني اتنقل. انت جمعت ما شاء الله شيئين، الاعلام وايضا وسائل التواصل الاجتماعي، نشط جدا فيها. ربي يحفظك.
متابعينا. اي ما شاء الله قبل شوي كنا نسولف قبل الهواء انا وعبد الله على ما شاء الله ان انت وايد نشط بالتواصل الاجتماعي، حتى كان قاعد يوريني بتليفونه انه يعني في تفاعل ايضا مع الجمهور بما تكتبه ما شاء الله وتناقشه في التواصل الاجتماعي كافه يعني. وخاصه حقوق المراه ترى وايد نشط فيها. يا سلام. سمعنا اخترت حقوق المراه. حقوق المراه. نعم. انا في وسائل التواصل عكس اللي أقدمه بالتلفزيون، يمكن بالتلفزيون أقدم كل معلومة بشكل جاد بأسلوب حواري نفس البرامج الطيبة اللي يقدمونها، فأحب أخذ لون البرامج الجادة. في وسائل التواصل الاجتماعي من تويتر إنستغرام سناب شات أقلب الآية، كل شيء أقدمه بمضمون خفيف مختلف حتى لو كان فكاهي. ياخذ حتى لو كان مضمون من هني يقدمه. نعم. بشكل جدي ولكن بالضبط شوي. أعطي يعني عادي يكون بداية الحوار أو الموضوع اللي قاعد أتكلم عن شيء فكاهي أنتهي بإسقاط سياسي رياضي غيره. موضوع المرأة بالنسبة لي وايد قاعد يطرح هذا السؤال، بس أنا لم أضفي شيء، أنا تكلمت بحقائق مجتمعية البعض ينكرها في المجتمع. احنا في الشهر الكريم أنا أتكلم عن الدكتور عاضل القرني لما يقول المرأة هي مخلوق عظيم وجنس كريم، فالنساء شقائق الرجال وأمهات الأبطال. أتكلم عن المثل الليبرالي حاليا 2016 مرشحة الرئاسة في أمريكا هيلاري كلينتون. أنا ما ابتكرت شيء من المرأة، أنا قاعد أتكلم بالواقع الصحيح. احنا في مجتمع في من يرى بأن المرأة هي كيان قائم مستقل وهذا صحيح، وهناك من يرى بأن المرأة لا كيان ثانوي. أنا أشوف إذا كنا نتكلم عن مجتمع صحيح وسليم لازم يتعاطى بشكل جيد، نتكلم عن بعض اجتماعيا، خلينا نقول لباكر الصبح يا عبد الله ونوره، خلينا نقول الكويتية فيها كذا، خلينا نقول الكويتي فيه كذا، ومن هالأمور دعابات، ولكن كتواجد مجتمعي ككيان مجتمعي المرأة والرجل على حد سواء، مو أنا أقول، دستور يقول، قوانين تقول، دين تكلمنا عنه، لا نتكلم بالمثل ونطبق بالواقع. في وسائل التواصل في وايد كلام ينقال من الشباب الصغار في الدواوين ومن البنات ما يتجرؤون يقولون بشكل لبق نوعا ما قدام العوام. فأنت تمحورها وتقدمها بطريقتك للمتابعين. يعني خليني أعطيك مثال نورة حي وأيضا للمشاهدين، قضية كلمة تنقال في كل قعدات البنات يعني بفارق العمر، المرة الكبيرة أو الصغيرة، أمتى نفرح فيك؟ كم مرة تسمعينها؟ لو كنت متزوجة أو متزوجة، أمتى نفرح فيك؟ أمتى نفرح فيك؟ أمتى تتزوجين؟ هل الفرح بالبنت أصبح قائم بكوشة وطقطقة؟ طيب الفرح بالشهادة؟ بس يعني هذه الصراحة كلمة حلوة تنقال يعني من أيام قبل. هذه كلمة حق أي بنت هي يعني سجية بشرية. سجية بشرية لازم يقبل عليها الرجل والمرأة. أنا قصدك أنت قاسية يمكن أحيانا. نعم يعني لا أحكر المرأة بالفرح بهذه القضايا، المرأة ممكن تكون مهنيا جيدة متطورة وظيفيا تتفوق على الرجل تعمل بشكل جيد ممكن رأيها يتفوق عليها، أما الأمور البشرية والطبيعة البشرية كلنا مقبلين عليها، تزوج اليوم أو باشر. طيب يا مزوج ما هو بيدها بالنهاية. في وايد أمور البنات يقولونها والشباب أيضا، فلما نبي نصير لا لازم تدلنا مثال عن الشباب. نبي مثال على الشباب. هو ناصر المرأة ما كان شيء. شنو شو يقولون انتم بعد كم معاشك؟ لا ما في يزعل الشباب احنا عادي. لا عزوف يعني انا اتكلم مرات اتكلم عن عزوف الشباب عن الزواج واتكلم عن القيمة المجتمعية وهي جريئة نوعا ما. اقول ان انت يعني ارتفاع نسبة الطلاق بالكويت لما تيجي تطالع النظرة بشكل عام ما تتفاجأ بالرقم مع أنه سيء. ليش؟ خلينا نشوفها بشكل أكبر نورة وعبد الله، خلينا نطلع برا. نشوف الرجل بالبيت يتربى في أجواء يمه، روح استانس ادرس عيش حياتك، ولا بغيت تتزوج تعال أنا زوجك. والبنت بنفس المجتمع قاعدة ومحكورة بزاوية درسي وسوي ولازم الرجال ياخذك يتزوجك. هي حالات متناقضة. بس هذا مو كل المجتمع. لا مو كله طبعا. ما يصير نعمم، لازم نقول البعض طبعًا. يعني احنا يمكن اللي حولنا ما نسمع. لا أنا حتى ما أقول السواد الأعظم، هي قلة قليلة بس يمكن تعالج. لا يعني أنا ما أحب لو كان فعلا هذا سواد، كان المجتمع الكويتي بشكل عام ما أطلق عليه بأنه مجتمع متحرر فكريا متفهم فكريا، كان مو عايشين في هذا الإطار الاجتماعي الجيد، ولكن بعض الجوانب اللي ما حتى ما اقدر اقول عنها سلبيه.
الناس احرار في دنياهم، هي قناعات انا احاول اغيرها باسلوب جيد. يعني اللي اقوله ايضا ما هو قران منزل، هي قضايا اجتماعيه تحاول تطرحها من خلال وسائل التواصل من فرد لفرد يعني. بس ما تخاف محمد يعني على الصوره الذهنيه للمشاهد يعني اللي قاعد يتابعك بالاخبار السياسيه والشكل العام لك بالقناه اللي تقدمها وتوجهاتها يوم تجي تقدم مثل هالمواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي؟ والله انا ما خفت، انا الامانه اخوي عبد الله واختي نوره انا ما خفت من هالشيء، لان انا بالنهايه شاب كويتي، يعني لقيت لاكثر من قضيه. سناب شات اتعامل معاه باني شاب كويتي، الرياضه اتعامل معاه شاب كويتي، لما اي امتهن مهنه معينه ان كانت في وزاره الشباب او الاخبار والبرامج السياسيه مو معناته انا لازم احط نفسي بقالب جاد طول العمر. طيب انا صح حالي يعني هذا يرجع حق بعد قالب شخصيتك. نعم انا حالي حال البشر، خلي يشوفون الجوانب، هذه مهنه. يعني انا حتى في الاعلام انا بالنسبه لي المحترف اعلاميا اللي يطبق بعض الامور اللي نوعا ما تختلف مع اجنداته وقناعاته. انت اذا جيت لبست المايك كمذيع او مقدم انت تمتهن مهنه، انت مو صاحب وجهه نظر، انت تطبق السياسات العامه والاجنده العامه. هذا الشيء انا قاعد اسويه، عبد الله قاعد يسويه، نوره قاعد تسويه، ولكن انت بالنهايه عندك قناعات، عندك شخصيه تتعامل بشكل جيد. في شخص يشوف لا انا ابي هذه الكاريزما تكون ظاهره للناس 24 ساعه، انا اقول لكم يا بصراحه ما اقدر. يعني انا حاب هذا القالب، حاب الشاب الكويتي البسيط اللي الناس تشوفه. نعم. خلينا نعرف منو الملهم او القدوه او يعني انت احد تتمثل فيه اعلاميا؟ ما يصير تقول لي ما في سؤال ما قلته بس كذي. لا انا مو راح اقول ما في، انا اجابته ولا انا ولا انافس احد. انا مو يعني ما راح اقول ما في، راح تكون اجابتي مباشره اكثر. اللي سويته وفولو بسناب راح تلقون اني كاتب احسن مذيع بالعالم. هو كاتب عن نفسه. انا عندي قناعه بان قول عن نفسي كل اللي تبيه وما حد يضرك، يعني انا مو ضار احد، تكون قناعات بس اعلاميا فعليا نوره واخوي عبد الله. يدي الله يرحمه أنا ربيت في بيت إعلامي ما يعطيني ميزة على أي شخص في قطاع الإعلامي، ولكن جدي كان مؤسسين الإذاعة. رغم ذلك الله يرحمه حمد المؤمن لا أرى قدوة لسبب واحد، الإعلام هي أساسيات ومن ثم لون مميز خاص، لازم يكون في لونك، سوي اللي أنت تحبه وتبيه بشكلك. أن تقتدي إذا راح تروح في ناحية التقليد، أنت تخلق لك القالب اللي يناسبك، ممكن تعجب كمشاهد. أنا لليوم باسم يوسف بالنسبة لي ضيف أو مقدم أستمتع لما أشوفه، يعني أستمتع أطالعه وهذا، ولكن كمشاهد، ولكن أروح في نفس السكة هذا خطأ، أني أقتدي فيه خطأ. خطوات إعلامية تصنعها أي واحد يبي يصنع أمجاد يمشي بخطوات معينة. أي. ولكن أني أقتدي أو أكون مهووس إعلاميا في الإعلام، أنا أشوف نورة وعبد الله ومحمد وكل الإعلاميين ما نجحوا إلا أن شاف في لون مختلف يبيعطيه، في ميزة يبيعطيها. يعطيك ألف عافية واستمتعنا معاك أكيد وبوجودك وتعرفنا عليك بشكل شخصي أنا وعبد الله، وأكيد إن شاء الله نتمنى نشوفك في الجاي إن شاء الله، ونتمنى لك كل خير وتوفيق، ونبي نروح على فقرتنا الجاية ديوانيات. أكيد راح تكون مع ديوانية القطان في منطقة المنصورية.